مرحبا، كيف كان يا حلوين؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. يوم راح اعمل اكلة كتير طيبة يلي هي الانجينار او الارتيشوكي. طريقة سهلة وبسيطة ومغذية كتير، وهلا راح اترككم مع الوصفة. بالبداية رح احتاج ارتيشوكي اللي هي الانجنار او الخرشوف، 200 جرام جبنة موتزاريلا للتزيين، نص كيلو بندورة مطحونة، فليفلة حلوة، مكعبين مرقة دجاج، نص كيلو لحمة مفرومة، بصلتين كبار مفرومين. طبعا اللحمة هون عندي لاني انا عم بعمل كمان باذنجان محشي، وهي الاكلتين كتير بيشبهوا بعض ونفس مكونات بعض تقريبا. معلقتين صغار بهارات مشكلة، معلقتين صغار ملح، معلقة صغيرة فلفل أسود. أول شي للحمة بضيف شوية زيت نباتي، وبعدين بنزل عليها البصل وبقليهم. وبعدين بنزل عليهم اللحمة وبتركهم مع بعض لحتى يستووا. وهلأ بزيت غزير بقلي الأرتيشوكي. لحتى تصير لونها ذهبي. وطبعا الأرتيشوكي عندي اياها مسلوقة نص سلقة، اما اذا انتو جايبينها تازة فلازم تسلقوها نص سلقة وبعدين بتقلوها. هون عندي لحمة بعد ما استويت، هلا بضيف عليها الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة. بحركهم مع بعض وبعدين بتركهم لحتى تنشف اللحمة كل ميتها. وهي اللحمة بعد ما نشفت ميتها هيك بتكون جهزت عنا. وهلا لصلصة البندورة بضيف مكعبين مرقة الدجاج وبحركهم مع البندورة، بعدين بتركوا البندورة على النار لحتى تتعقد. وهلأ بحشي الأرتيشوكي باللحمة. طبعا مع هاي الأكلة فيكن تاكلوا رز بشعرية أو رز طويل، أو حتى فيكن تعملوا جنبها سلطة وتاكلوها. وطبعا وصفة الرز بالشعرية والرز الطويل موجودين على قناتي، ورح احط لكم الروابط بصندوق الوصف. وهي البندورة بعد ما تعقدت عنا، هلأ بقسم البندورة لقسمين وبحط الأرتيشوكي بالبايركس الثاني، بحط الباذنجان المحشي، واكيد وصفة الباذنجان موجودة كمان على قناتي ورح احط لكم الرابط بصندوق الوصف. ما بتصدقوا هالاكلتين قديش طيبين، ودايما بحب اعملهم مع بعض لانه مكوناتهم نفس بعض تقريبا. وهلا بحط شوية جبنة موتزاريلا على الارتيشوكي من فوق،
وشرائح فليفلة حلوة كمان، منه بتعطيها جمالية للأرضي شوكي، ومنه كمان بتعطيها نكهة كتير طيبة. وبحط كمان على البندورة فليفلة حلوة وحدة. هلا بحط الأرضي شوكي بالفرن، نار مشغلة بس من فوق لحتى تدوب الجبنة. هذا هو الشكل النهائي، بتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا. جربوا الأرضي شوكي بطريقتي لأنه كتير طيبة وما في أسهل منه، مغذية كتير. واعملوا كمان مع الباذنجان المحشي على طريقتي. ولا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي بنزله. باي باي.